كابتن اسامه، مكملين لقاءاتنا معاك من هنا من داخل فندق الاقامه بالاسماعيليه، ويمكن معانا دلوقتي كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، يعني زي ما بنقول صاحب المجهود الاوفر هنا في المعسكر، يمكن لا يالو جهدا، موجود مع اللاعبين من الصباح الباكر يمكن من الساعه 7 لحد الساعه 8 مع انتهاء اخر تدريب او مباراه وديه للفرق. كابتن خالد بيبو، يعني بسم الله ما شاء الله، مجهود اكثر من رائع، مستوى اكثر من رائع للمعسكر، اعتقد ما يقلش يعني ابني عن يعني في اي فرقه في الدوري الممتاز، مكان اكثر من رائع، الملاعب موجوده في نفس الفندق، اعتقد يعني السنه دي عاملين مجهود كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا سعيد ان انا موجود معاكم على شاشه قناه نادي الاهلي، برحب بيكم طبعا انتوا موجودين معانا النهارده، وبرحب طبعا بالناس اللي في الاستوديو، بشكركم طبعا على التقديمه الجميله دي. احنا بنحاول ان احنا نشتغل السنه دي مع الولاد بشكل مختلف شويه، في تركيز اكثر مع الولاد، فحبينا طبعا بشكر كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط على ان هي وافقت ان احنا السنه دي يبقى في معسكر لكل الفرق القطاع الناشئين هنا في اسماعيليه، مكان زي ما انت بتقول مكان محترم جدا، استقبال مميز، كل اللي احنا بنحتاجه هنا موجود. المعسكر فيه حاجات كتير قوي، المعسكر مش تدريبي بس، المعسكر فيه محاضرات كتير جدا، في ندوات احنا بنعملها للولاد، في شغل التثقيف، في اكتر من هو كمان تمرين بيبقى فيه تمرين صبح بعد الظهر، وبتخلل بقى الكلام ده وجبات تغذيه مع شغل المحاضرات التدريب ومحاضرات في كل حاجه بقى، كل حاجه خاصه بكره القدم بنحاول ان احنا نستفيد اقصى استفاده من الاسبوع ده، والحمد لله يعني الامور ماشيه زي ما احنا عايزين وزي ما احنا رسمينها، ويمكن كمان احسن ما احنا كنا عايزين كمان. يعني فعلا يا كابتن زي ما حضرتك بتقول احنا متواجدين معاكم من بدايه المعسكر، وان شاء الله موجودين لغايه نهايه المعسكر. يا توفيق. يوم كامل سواء بعد الفطار. يا توفيق. معاك يا كابتن اسامه. معاك. تحياتي طبعا. معاك يا كابتن اسامه. تحياتي للنجم الكبير الكابتن خالد بيبو اللي ما شاء الله عامل مجهود كبير من بدايه توليه قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، احنا موجود في دلوقتي في المعسكر فريق 2001 و2003. مين الاعمار السنيه والفرق اللي ان شاء الله اللي هتكون موجوده في المعسكر الثاني خلال الفتره اللي جايه؟ باذن الله. يمكن كابتن اسامه بيحيي حضرتك وبشكرك على مجهودك في الفتره دي، وان شاء الله ياتوا بثماره. بيقول لك يعني دلوقتي موجود 2001 و2003 في المعسكر، ايه الفرق الموجوده ان شاء الله؟ يعني كمان احنا عرفنا ان في معسكر ان شاء الله الاسبوع المقبل. 2001 و2003 وبعد كده هيجي 2005 و2006 وبعدهم ان شاء الله 99. كل فرق القطاع ان شاء الله هتبقى ورا بعض شغالين، لان هي هو كورس واحد كده احنا شغالين عليه، فحبينا ان احنا كل الفرق القريبه من بعض ان هي تشتغل مع بعض، يبقى في تجميع بشكل مختلف، التمرينه بتبقى مع بعض، الجوانب الفنيه كلها الولاد كلها بتحفظهم، والراجل طبعا المدير الفني مستر بروكتش طبعا بيحط السيستم بتاع اللعب عشان الناس كلها تبقى حافظاه ونبتدي نشتغل عليه، فكان مهم جدا بالنسبه لنا الاسبوع ده اسبوع تحضيري جاي جدا، ان احنا نقدر الاولاد ياخدوا كورس مكثف من خلال فكر الراجل، من خلال فكر المدربين، زي ما سمعتك انت بتتكلم عن مجموعه المدربين اللي موجودين عندنا السنه دي، طبعا بشكر المجموعه اللي كانت شغاله قبل كده، ادوا مجهود كبير جدا وكلنا بنضيف ورا بعض وكلنا بنشتغل ورا بعض، بشكر طبعا المجموعه اللي موجوده على المجهود الكبير اللي بيحصل، ان اليوم هنا بيبدا من الساعه 6:30 الصبح لغايه الساعه 8:30 بالليل، كل ده ما بقاش فيه يعني بيبقى فيه محاضرات وتمرين، فاليوم بيبدا يوم طويل جدا، والحمد لله ان احنا بنستفيد اكثر استفاده. بسلم على الكابتن اسامه بقول له بالتوفيق دايما، وعايزينكم معانا دايما في 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 كل البرامج اللي احنا بنشتغل عليها، برامج تدريبيه احنا في حاجات كتيره قوي اتعملت هنا، وان شاء الله هنديها لكم وبعد كده تقدروا بقى تزرعوها بعد كده يا كابتن اسامه بشكل واضح ان شاء الله. باذن الله يا كابتن، احنا بنقول لك احنا موجودين معاكم في المعسكر ده وفي اي معسكرات مقبله، ودايما برنامج الاشبال وقناه النادي الاهلي معاكم في كل مكان، يعني خبرتك كبيره، حضرتك كنت لاعب كبير، يعني شايف الاستفاده او ايه اللي هيعود على اللاعبين بعد مثل هذه المعسكرات وهم في السن ده؟ والله احنا زي ما بقول لحضرتك كده ان احنا بنشتغل على خطوات كده معينه، شغل ازاي انت تثقف اللعيب قبل يعني اللعيب يبقى فاهم هو بيعمل ايه، مش الموضوع ان انا بياخد الخطه يشتغل عليها
وخلاص لا لا لازم يبقى فاهم وفاهم التحركات وازاي يبقى في تركيب الجمل مع بعض وتركيب الفرق مع بعض. احنا بنشتغل شغل جماعي يعني قطاع الناشئين السنه دي هو شغل جماعي من اول فرقه 2006 لغايه فرقه 99 كل الناس بتاخد نفس الشغل كل الناس بتاخد نفس طريقه اللعب كل الناس بتاخد كل المحاضرات عشان السنه دي ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه ونقدر ان احنا كمان يبقى عندنا اجيال ورا بعض كده بتلاحق بعض كده لعيبه كويسين لعيبه مميزين عندنا مجموعه مميزين جدا من اللاعبين وان شاء الله يعني بنطمن جمهور النادي الاهلي انه دايما بيبقى قلقان على ناشئين النادي الاهلي ويبقى نفسه ان بيطلع ناشئين كويسين ويطلع ولاد كويسين النادي الاهلي. لا في ولاد كويسين جدا 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 وان شاء الله السنه دي تسمعوا عنهم حاجات كويسه. طبعا شادي كان موجود في الماتش اللي فات وعربي كان موجود في الماتش اللي فات ودول اثنين لعيبه من فرقه 2001 منتخب الشباب فالاجيال ورا بعض ان شاء الله تقدر ان هي التوفيق. تعمل حاجه كويسه للنادي الاهلي. شكرا كابتن خالد بنشكر حضرتك ونتمنى التوفيق يا رب. شكرا ليك وبشكر اسامه تاني كابتن اسامه وبتمنى له التوفيق وبشكر طبعا كل الناس كل الولاد على المعسكر وعلى الالتزام وعلى الانتظام وان شاء الله الجاي احسن. كابتن اسامه ده كان لقانا وتواصلنا مع حضرتك من هنا من معسكر فريق 2001 و2003 من معسكر الاعداد في الاسماعيليه ان شاء الله يؤتي بثماره وان شاء الله النادي الاهلي دائما وابدا رقم واحد. الكلمه دي كابتن اسامه. شكرا لزميلنا محمد توفيق طبعا على التغطيه المميزه، يعني حسينا ان احنا موجودين مع اللعيبه دلوقتي في معسكر اسماعيليه، نقل كل احداث المعسكر ثانيه بثانيه ودقيقه بدقيقه، وما شاء الله يعني في اضافات مهمه جدا عندنا السنه دي في النادي الاهلي في الاجهزه الفنيه، كابتن ياسر رضوان قيمه فنيه كبيره ولاعب ليه تاريخ كبير، وايضا كابتن محمد شرف يعني مدرب كبير بيتولى قياده فريق 2003.